للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة السيد ناصر محمد سالم المناعي مدير عمليات ساحة المطار بشركة مطار البحرين. أهلا بك سيد ناصر في نشرة أخبار الثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. نموذج الإبلاغ العالمي الجديد الذي أعلنت عنه شركة مطار البحرين، ما هي أهميته وكيف سيسهم في تعزيز سلامة مدرج الطائرات في مطار البحرين الدولي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصيغة على أساس أنها تكون موحدة من أجل الطيارين اللي ينزلون عندنا في المطار والشركات العاملة، مثل ما أنتم عارفين الطيار ما يتعامل مع مطار واحد، مع أكثر من مطار. نعم. بعد تكرار الحوادث في البلدان اللي فيها الجليد بالمستوى الأول، المنظمة الدولية للطيران المدني صاغت الفورمة هذه، إذا ممكن نسميها على أساس أنها تكون موحدة لجميع المطارات سواء كان عندهم جليد ولا ما عندهم جليد، بالإضافة للتعامل مع الأمطار مثل ما يندل المطر قبل أسبوعين تقريبا. هذه سهلت علينا الإبلاغ عن حالة المدرج لجميع الطائرات اللي كانت تنزل. يعني يوميا كنا نسوي تقريبا ما بين السابع لتسع تقارير إذا ما خانتني الذاكرة عن مستوى المياه الموجودة على المدرج إذا كانت موجودة. وإحنا الحمد لله يعني تصميم المدرج عندنا ما يسمح بتجمع المياه في منطقة واحدة، بس الشاهد أن هذه في الجي آر اف الجلوبال ريبورتينج فورمات تستخدم المطارات الحين بناء على توصيليات من منظمة الطيران المدني. نعم. سيد ناصر محمد سالم المناعي مدير عمليات ساحة المطار بشركة مطار البحرين الدولي، شكرا جزيلا لك.